في دكاترة مش عايزين محاكمة، لأن أنا النهاردة سمعت مداخلة كده مع برنامج قبل مني مع الزميلة دكتورة ياسمين سيف الدين، أنا من كلام من العجرفة اللي في كلام الدكتور اللي عمل مداخلة، ولا كان سيب البلد. يا بيش تفضل شوفوا بيعاملوا ازاي متابعة الدكتور، وازاي في رقابة على مهنة الطب. شوفوا من اول نظافته الشخصية والجوانت اللي لابسه وتعقيم المكان. عندنا 99% من العيادات مفيش تعقيم. حد يقول لي انت بتشوه؟ لا، مفيش رقابة من اول حتى عدد الكراسي. انا بروح لبعض، انا في دكتور بيعالج من السرطان في الزمالك، لقيت الناس قاعدة على الارض. انا يوميا كنت هضربه فعلا، تجربة مريرة، ربنا ما يقدرش لحد. مش دكتور ده، سفاح. في رقابة؟ لا. حتى الضرايب بيحطوا 3-4 كراسي يقول لك دول، سيبك دي ملف تاني. لكن الاخ اللي بيقول لك يا بيه اتفضل مش عاجبه انت يعني انتوا بتذبحونا، وكل شويه تغلوا الفيزيتا، وما بتطورش نفسك. انا اتحدى نسبه قليله قوي من الاطباء اللي بيطور نفسه او بيتابع الابحاث العالميه. وبعدين ده اله في مكانه، الدكتور اله في عيادته، هل انت تقدر تقول له الدواء ده ما خففنيش؟ ولو عرف انه راح رحت للدكتور، انا عايز نقابه الاطباء تناقش النفسانه بين الدكاتره. الاطباء تحاسب الدكتور لما يشتم في دكتور تاني في نفس التخصص. نقيب الاطباء بيتكسف من الاعلام، ما بيردش على الاعلام، والله كنت بحبك. بس استمرارك في اهمال اخطاء الاطباء في مصر هيخليني ما احبكش خالص. وهيخليني كل يوم اقول ان انتوا نقابه ظالمه. وكل يوم هقول ان في اخطاء انتوا بتجربوا في المصريين. وكل يوم هقول ان تاريخكم كان مجيد اصبح زفتا وقطرانا. والطب في مصر بقى وجهات نظر. والله العظيم وجهات نظر. للاسف. هنتكلم في فقره بالتفصيل عن هذا الموضوع. بس انا حزين على اللي حصل، وبطالب الدكتور خضير ان هو يعمل مؤتمر صحفي بشفافيه كده ويرد بعد كلام هذا الموضوع. طب كويس، معايا عضوة البرلمان الحقيقة النائبة ليئة، عضو لجنة الصحة.